دجانا زينا المسيح هتفنا لدم الشهيد وجهنا داشكا واربي جيش عنا ابن سوداننا الجديد. دجانا زينا المسيح هتفنا لدم الشهيد وجهنا داشكا واربي جيش عنا ابن سوداننا الجديد. الذكرى القديمة جدا جدا اللي هي كنت تكون تاريخية السودان واحد مرة قبل كده ذكرى فضل الاقتصاد والأثر السلبي الكبير سببته للأمهات والآباء والمفقودين والجرحى بسيف النصر كملت ليل كان ذاك إيد هسع كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. طبعا الليلة واقفين هنا ذكرى قديمة على الشعب السوداني بعد 3 سنين والشعب السوداني لا زال صامد في الشوارع وسطر بالتالي أطول دورة في العصر الحديث. الليلة السودان والشعب السوداني هو اللي مسطر. أي نعم هي مجزرة كانت المجزرة بتاعت بطل الاعتصام لكن احنا هناك مهما طال الزمن الثوار الوطنيين في السودان والسودانيين الثوار المقيمين في الخارج حيظلوا يواصلوا إلى النهاية من أجل القصاص لأرواح الشهداء اللي قدموا أو قدموا أرواحهم رخيصة من أجل سودان حر وأبي سودان قوي. فجعونا سكر الرماد تهمونا بالبنج الحشيش مديت له تمرة وزهرة تيب مدالي 100 طلقة ليش فجعونا عساكر الرماد تهمونا بالبنج الحشيش مديت له تمرة وزهرة تيب مدالي 100 طلقة ليش هجمونا والفنو اثنيام درشونا للأسف الشديد غدر العسكر بالمدنيين منذ بدايات الثورة. تم اختطاف الثورة وتم اختطاف الفترة الانتقالية ثم أعقبها انقلاب لئيم في 25 أكتوبر اللي من أجله صار الشعب السوداني صار الشباب صار تجار المقاومة ملأت الشوارع ضد الانقلاب ومن هنا بدأ سلسلة جديدة من قتل الثوار ليصل عدد الثوار الذين استشهدوا إلى الآن 99 شهيد في الفترة ما بين أكتوبر 25 لحد الآن. الهدف من الحكم هو تذكير الناس بأنه النضال مستمر من أجل استعادة المدنية وتذكير الناس بدماء شهداء الذين ما زالوا وللأسف الشديد ما زالت مرتكبي الجرائم مش طلقاء للأسف يحكمون يحكمونا. يصير على انه ياخذ حقه وينتشل الدوله من الذل والبؤره اللي هو هسه خايف فيها. ناس ما بتخاف الموت ولا خايفه اي حاجه وبتغارم على قد ما تقدر. نحن في الاتحاد النسائي مطالبنا الحريه والسلام والعداله ونحن اللاءات الثلاثه متفقين عليها ما لا تهاون لا شراكه كمالي في الدرس هناك صايمين وبيتين في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني لا أحس لا كلام لا تبكي لا تحدي اليوم وغريلي لا ترك لأننا إذا قمنا إحنا زراعة طماطم ساكت إحنا نغزو العالم لكن مين اللي بيتدرس الكلام ده؟ واحنا كل يوم حروب في دارفور، حروب في الشمالية، حروب في الجنوب، حروب وين؟ قطع السودان لا ولا وسيستمر الغطاء التقطيع السودان إذا نحن سكتنا. نحن ذاتنا الاعتصام ما الكراسي التسرقة، نحن والشهداء الكرام حزمة حاول فرقة.
نحن على الدوام ثورة عالية. حرية حرية وسلام. وتكتب كل تربتي مدنية حرية وسلام. ما حنسيب القضية دي.